بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، أخذتها من المحاضرات السابقة، حكينا قلنا أكو عدة أفكار رئيسية، هي 6 أفكار موجودة بتحويلات فوريير. أخذنا بالمحاضرة قبل هاي المحاضرة، أخذنا الفكرة الأولى اللي هي كانت فيرست برنسبل. الآن نحكي على الفكرة الثانية وهي قوانين فوريير، فوريرز لو. هذه طبعا قوانين فوريرز بها 4 قوانين جدا مهمة، أيضا حنستفاد من عندها في حالة الانفيرس فورير ترانسفورم. أول قانون هو التايم شيفت، يعني إزاحة موجودة في الزمن، يعني إشارة يصير بها ديلي، يعني تأخير في وقت وصول هذه الإشارة. شلون نعرف، يعني إذا أعطاني سؤال شلون نعرف أني لازم أستخدم قانون التايم شيفت؟ شنو العلامة الموجودة بالسؤال تخليني أشتغل بالتايم شيفت؟ العلامة هي إنه الدالة مالتي، إنه الدالة مالتي مضروبة بوينت ستيب، يعني أنا أعرف إنه أستخدم قانون التايم شيفت نتيجة لوجود شنو اليونت ستيب داخل الدالة الرئيسية. هذه اليونت ستيب دلالة على استخدام قانون التايم شيفت. قبل ما أبدأ بالحال لازم أتأكد أنه قيمة الشيفت الموجود باليونت ستيب هو نفس الموجود بالدالة الاف اوف تي، يعني هنا كان ناقص 2 لازم هنا ناقص 2، هنا ناقص اي هنا ناقص اي، هنا زائد اي هنا زائد اي، هنا زائد 5 هنا زائد 5. المفروض قبل ما أبدي الحل أسوي قيمة الشيفت الموجودة باليونت ستيب هي نفسها الموجودة بالدالة الاف اوف تي. طريقة الحل شو أسوي؟ أول خطوة اسحب القيمة الشيفت الموجوده باليونت ستيب، يعني اخذ بس الموجود بعد التي. شنو موجود هنا؟ ناقص اي زائد اي، اخذها باشارته واسويها بصيغه كالاتي، اقول اي او جي اوميجا مضروبه بين قوسين بقيمه هذا الشيفت، ناقص اي ناقص اي زائد اي زائد اي، ناقص 3 ناقص 3 زائد 5 زائد 5. اذا شو تصير هذه؟ هنا عندي قيمة الشيفت ناقص اي، فش يصير؟ ناقص جي اوميجا اي. هاي الخطوة الأولى، أنا سحبت قيمة الشيفت من اليونت ستيب. بعدين شو يبقى؟ يبقى اليونت ستيب بدون شيفت هي اليو اوف تي، ألغيها، ألغي اليونت ستيب من الحل مالتي. الطريقة الثالثة شو أسوي؟ أجيب هاي الدالة مالتي، الدالة اللي هي اف تي ناقص اي، شو أسوي؟ ألغي منها قيمة الديلي، ألغي من عندها قيمة الناقص أي أو الناقص، شوف شنو موجود عندي ديلي، ألغي قيمة الديلي، فش يصير الدالة؟ أصير الدالة F of T بس. بعد ما لغيت قيمة الإزاحة أو الديلي الموجود بالدالة، أروح هاي الـ F of T من جداول التحويلات ألقي قيمة الفورير مالتها، يعني الـ F of Omega. بعدين أسوي أدمج الخطوة الأولى، ناتج الخطوة الأولى مضروب في ناتج الخطوة الرابعة. على مود نشرح هذه الطريقة اللي هي تايم شيفت بصورة أدق، خليت أكثر من مثال توضيح. عندي هذا مثال يقول find the Fourier transformer for هاي الـ f of t، عندي قيمتها 1 على t minus 1 سكوير زائد 1 مضروبة ب u t ناقص 1. أولا أني أكو علامة تخليني أعرف أنه أني أشتغل بقانون التايم شيفت هي وجود اليونت ستيب. إذن أنا لازم أشتغل بقانون التايم شيفت. ليش؟ لوجود اليونت ستيب مضروبة بالدالة. فقبل ما أبدي حسب ما قلنا هنا شلون أنا أعرف نتيجة إنه وجود اليونت ستيب وين بيا داخل الدالة الرئيسية. هاي عندي الدالة، فاليونت ستيب موجودة ضمن الدالة الرئيسية. فقبل ما ابدي بالحل لازم اشيك انه هذا الشيفت الموجود بالستيب نفسه هو موجود بالداله، هنا ناقص 1 هنا ناقص 1، اذا اقدر اشتغل. فايش اسوي؟ اسحب، اخذ هذا الجزء اسحب من عنده، من اخذ الستيب كامله مع الشيفت اسحب منها قيمه الشيفت اللي هي ناقص 1، فهذه الستيب احولها بصيغه اي او جي اوميجا مضروبه في قيمة الديلي اللي هو جيد ناقص 1 مع إشارته. شنو الإشارة هنا؟ تنزل وياه ناقص 1، فصير ناقص إي جي إي تو ناقص جي أوميجا. هذا أول شيء، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أني
حلقي اللي انت استبن الحل هذا راحت بعد، انا بس استفاديت سحبت من عندها قيمه الديلي. اجي على الداله الرئيسيه مالتي الغي الشيفت، يعني التي ناقص واحد الغي ناقص واحد، شو يصير الاف اوف تي بعد الغاء الديلي؟ يصير واحد على تي سكوير زائد واحد. اروح من جدول التحويلات اشوف شنو اللي قابل هذه بالاف اوف اوميجا، فلقيت انه هذا القانون هو هذا، واحد على اي سكوير زائد تي سكوير. هنا نجد الاي عندي واحد، فواحد على اي سكوير زائد واحد سكوير. اذا نجد شنو التحويل مالتها؟ التحويل مالتها هو اي اوس ناقص اي اوميجا. كنا قيمه الاي قد عندي هنا واحد، فاخذت هذه التحويله مالتي مال الاف اوف تي بعد عمليه الغاء الديلي من عندها، هي طلعت لي اي اوس ناقص ماجنيتيود للاوميجا، هذه التحويل الفوري ترانسفورم لهذه الداله. بعدين ايش اسوي؟ ادمج الخطوه، ناتج الخطوه الاولى اللي هو اي اوس جي اوميجا مضروب مع منه في ناتج الخطوه الثالثه اللي هو اي اوس ناقص اوميجا. هذا مثال اول. المثال الثاني شفنا الداله الرئيسيه، عرفنا انه هذه اقدر استخدم قانون التايم شيفت نتيجه لوجود اليونت ستيب ضمن هاي الداله. قبل ما ابدي الحل لازم عندي باليونت ستيب الديلي نفسه موجود هنا، بس انا هنا الداله ما بيها ديلي، فلازم اني ابدي اعمل بيها هذه اشتغلها وحدها على مود لازم اسوي قيمه الديلي هو تي ناقص واحد. فش اسوي؟ العفو ناقص اثنين. شو اسوي؟ اخذ هذا الجزء اللي هو تي تربيع ناقص 4 تي زائد 5، اجزئه الخمسه اجزئها 4 زائد 1 من تي سكوير ناقص 4 تي زائد 4 فرق مربعين اللي هو تي ناقص 2 مضروب تي ناقص 2 زائد 1 من هذا الجزء تي تي ناقص 2 تربيع زائد 1. اذا صارت الداله عندي بعد ما فكفكت هذا الجزء 1 على تي ناقص 2 تربيع زائد 1. لاحظت انه قيمه الديلي الموجود باليونت ستيب هو نفسه بالاف اوف تي، لذلك اقدر اشتغل هسه قانون التايم شيفت بعد ما سويت نفس قيمه الديلي بيناتهم. يعني مثل ما قلنا اليونت ستيب اسحب منها قيمه الديلي اللي هو ناقص 2، فالخطوه اي اوس ناقص جي اوميجا جي 2 اوميجا، بعدين الغي اليو اوف تي، بعدين اجي الخطوه الثالثه ايش اسوي؟ اخذ الداله هذه بعد ما الغي من عندها قيمه الديلي اللي هو ناقص 2، شو يصير؟ 1 على تي سكوير زائد 1. اروح من جدول التحويلات اشوف شنو يقابلها في الاف اوميجا، لقيت انه هذا القانون يقابلها، هنا قيمه الاي ايش قد؟ 1، فاي اوس ناقص ماجنتيود الاوميجا، بعدين ادمج ناتج الخطوه الاولى اللي هو اي اوس ناقص جي 2 اوميجا مضروب منه بناتج الخطوه الثالثه اللي هو اي اوس ناقص ماجنتيود الاوميجا. مثال ثالث للتوضيح. اولا قلنا انا عرفت انه هاي اشتغلها هاي الداله اشتغلها بقيمه بقانون التايم شيفت نتيجه لوجود يونت ستيب ضمن الداله الرئيسيه. قبل ما ابدي اشتغل ما اقدر احل اذا ما اشوف قيمه الديلي هنا نفسها قيمه الديلي هنا، هنا تي ناقص واحد بينما هنا تي ناقص صفر، معناته لازم اسويها نفس قيمه الديلي، فهذه التي اسويها ناقص زائد واحد كان ما اضف الصفر ما سويت شيء. انا بد استفاد من التي ناقص واحد اسوي نفس قيمه الديلي، بعدين اجي ايش اسوي؟ هذه اخذها واحد على حده بين قوسين تي ناقص واحد اسوي نفس ما موجود هنا زائد واحد، هاي عمليه اكسبوننشال. افتح لهذا، هذا عباره عن اي اس ناقص 3 مضروب بالواحد اي اس ناقص 3 واي اس ناقص 3 مضروب بالتي ناقص واحد، عمليه مجرد لما بالاكسبوننشال عمليه الضرب تجمع الاسس مالتين. اذا سويت انا بالداله الرئيسيه مالتي قيمه الديلي باليونت ستيب هو نفس قيمه الديلي الموجوده وين؟ موجوده بالداله الرئيسيه اللي هو تي ناقص واحد. اجي على اليونت ستيب اسحب منها قيمه الشيفت اللي هو ناقص واحد، فصير عندي اي اوس ناقص جي اوميجا مضروب ناقص واحد، فيصير اي اوس ناقص جي اوميجا. الغي اليونت ستيب بالخطوه الثانيه، بعدين اروح على الداله الرئيسيه مالتي اللي هي هذه الدالة الرئيسية، ألغي منها قيمة الديلي، فش يصير عندي؟ أصير إي أوس ناقص، طبعا بعدين هذا ثابت، هذا مجرد ثابت أخليه بالناتج يعني ما أشتغل هسه، عفوا مجرد ثابت إي أوس ناقص 3
هذا ثابت. أبدي داش تي على الدالة الرئيسية ما تي بيها ديلي، ألغي قيمة الديلي اللي هو ناقص واحد، شو يصير عندي إيوس ناقص ثلاثة تي. أروح هذه من جدول التحويلات ألقي قيمة الإيوس ناقص نفسه، وهذا القانون مالته شنو؟ الاف أوميجا مالته هي واحد على جي أوميجا زائد ثلاثة. بعدين أدمج ناتج الخطوة الأولى الإيوس ناقص جي أوميجا في الناتج مال الخطوة الثالثة اللي هو تحويلة هاي الدالة اللي واحد على جي أوميجا زائد ثلاثة، طبعا مضروبة في قيمة الثابت، لأن هذا مجرد ثابت رقم مضروبة به. مثال رابع نفس العملية، قلنا شو نعرف أنا أستخدم قانون التايم شيفت نتيجة لوجود يونت ستيب مضروبة أو ضمن الدالة الرئيسية مالتي. قبل ما أشتغل لازم نفس الشيفت موجودة باليونت ستيب نفسها بالدالة، بما هو نفسها رأسا أشتغل أسحب قيمة الشيفت اللي هو ناقص 2 يوس ناقص جي من اليونت ستيب، فصير يوس ناقص جي أوميجا، ألغي اليونت ستيب. بعدين الخطوة الثالثة أجي على هاي الدالة مالتي ألغي منها قيمة الديلي هي ناقص 2، شو تصير؟ تبقى الدالة 1 على 1 زائد تي سكوير. أروح من جدول التحويلات ألقي قيمة الفورير مالتها اللي هو طبعا هنا 1 على أي تربيع زائد تي تربيع قيمة الأي 1، فطلعت تحويلة فورير لهذه الدالة هي إيوس ناقص قيمة أوميجا. بعدين أدمج الخطوة ناتج الخطوة الأولى اللي هو إيوس ناقص جي 2 أوميجا مضروب في ناتج الخطوة الثالثة اللي هو إيوس ناقص ماجنيتود أوميجا. مثال خامس، أنا عندي أيضا هذه الدالة الرئيسية دالة، شو نعرف أنه لازم أستخدم قانون التايم شيفت نتيجة لوجود يونت ستيب مضروبة أو ضمن الدالة الرئيسية مالتي مضروبة في الدالة. فهذه نفس العملية بما أنه نفس قيمة الديلي، أجي على هذا الديلي إيش أسوي؟ أسحبه وأخليه بصيغة إي أو جي أوميجا مضروب قيمة الديلي بإشارته. فأنا هنا إي أو جي أوميجا في ناقص واحد صارت إيوس ناقص جي أوميجا. بعدين ألغي اليونت ستيب مالتي. بعدين الخطوة الثالثة أجي على الدالة مالتي هذه، إيش أسوي؟ ألغي منها قيمة الديلي اللي هو ناقص واحد، إيش تبقى الدالة؟ إيوس ناقص تي سكوير على 2. هذه أروح أشوف شنو يقابلها بجدول التحويلات، أوجد الأف أو أوميجا مالتها الفورير مالتها اللي وجدتها من جدول التحويلات هي إيوس ناقص أوميجا سكوير أوفر 2. بعدين أدمج ناتج الخطوة الأولى اللي هو إيوس ناقص جي أوميجا مضروب في الناتج مال الخطوة الثالثة اللي هو إيوس ناقص أوميجا سكوير أوفر 2. هذا هو القانون الأول من قوانين فورير اللي هو تايم شيفت. أرجو أن يكون واضح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.